نخرج الصباح يا ربي الاعمال عليك، نحط في البرويتة نربطها فك الموتور، شوف مره يخدم مره الصادم ما يخدمش، بدل منه بوجي كل مره تطيح له قطعه. هنا نبدا الصباح ظل يدو على قلبه الواحد مفجوع، ندرى نجم نخدم ولا لا. اسمي ناجي، نخدم برباش من عام، عندي حكايه من 2007 محسوب. نخدم في الخدمه هذه الشاقه شويه وتمرميت فيها وبرشا معناتها حاجات ما يتوقعاش البشر معناتها. لما دبابيس، لما كراسي مكسره، كل حاصيل بلاستيك بصفه عامه، طاوله مكسره، دبابز حليب، دبابز ماء، دبابز. اما بطبيعتي انا مش اللوم على حاجه، تو المعامل القاعدين يخدموا فيها، علاش معناتها ما يعملوا ليش حل؟ كيفاش هما تو يبيعوا وياخذوا الفلوس واحنا نتعب فقط نربحوا؟ كان تعب واحنا نتعبوا ونشقوا ونلموا كالدبوزة هذيك، يهز الهواء هي تلقاها في جنينه، هي تلقاها في الوحده، كل مره كيفاش، وتلوث المحيط وتضرك الشجره وكل حشيش وكل نواره. في 2015 عملنا جمعيه لكن للاسف ما نجحتش، جو الالمان على اساس في شيء اطرونا، خاطر برشا ناس معناتها ما يعرفوش شنو الدبوزه هذيك شنو تعمل. احنا الالمان قبل وعدونا باك الموتورات الكبار حبوا ينظمونا، يا اخي ما ثبتتش، ما فهمناش كيفاش صارت الحكايه بالضبط، تو ما فهمناش، غمونا ومنا وما ثم شيء. احنا بطبيعتنا تو عندنا 13 سنه نخدموا، نقوموا بدور اكثر من البلدي، احنا نخدموا ساعات 12 ساعه، ساعات بالليل نخدم، نلموا فك الدبابز هذيك على اساس الانسان باش يلم قوته. والسلام، ماناش باش نستغنوا منها. كان جد معناتها دولتنا معناتها تعاوننا توقف معانا، وما تو البلديه تاخذ مثلا العوام تاع البلديه ياخذوا في شهري نورمال، مو على الاقل يتعاونوا حتى اشتر شهري. نلمدوا دبابزنا ونهزوهم لك الدب هذاك، نقبلوهم بالميزان، دوك السوم مره من 300 في الصيف حتى كي يغلي يولي ب 600. الدب هذا يقبل ويهز يرحيهم، وبعد يعمل لهم ديشي بالماكينات، عنا ماكينات ترحي ويهز هو يبيع، اللي نخدمه معاه يجي نقبلوا له في الدبابز، يوصل يكردينا 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 فك المناسبات، الواحد مو غاسرات تجير نوصل نوح له حتى في خلاص، يبدا يقص علينا يقص علينا يقص علينا، هي حاجه معناتها ناخذ في 15000 و 10000 ويزيد يقص منه. تو ليسونس غالي واحد، وصلنا معناتها نص وبعدنا نحتاجوا ساعات نص ونكردوا ليسونس من الكيوسك. البرباشه كثروا، كانوا كيما نقولوا 20 مثلا 25، تو فوق ال 100، كثر البرباشه من الفقر والبطال. نظرة المجتمع والله فما اللي يخزر يفهم الامور شنو يحس بك التونسي كيفه خوه، وفما ما يحسش، فما معناتها عنده نظره نتاع حقره شويه كي يبدا هو فهمني كرهبته واضحه اموره لاباس عليه، ما يحسش كيما كذاك، والزوال يحس بالزوال يتنجم. هذه حاجه معروفه، احنا نتعاملوا مع بعضنا نعرفوا بعضنا، كل اكل قدم كل نعرفوا بعض، نحن ننفع وما نفعنا حد. هلا قال احنا قاعدين نخدموا معناتها وما نفعنا حتى واحد، هلا قال ما تلفت لنا حد، نحن ناس منسيين على الاخر، ماشنا محسوبين في الخريطه بتاع تونس. نستنوا تو 10 سنين هذا تنظم، انا فرحانين ها وها وها، ونحينا الاستبداد ونحينا ونحينا ونحينا، تبقينا ما نحينا شيء، هي البيعه، ابقينا نستنوا من 56 وديما ما فماش وديما فقر وديما واحد، اما نستنوا تويك حاجه واحده مش نطلبوها، قاعدين نستنوا فيهم قديش مش يكملوا العركه نتاعهم، مازالوا مش يطولوا زعمه ولا سيد فاهم ومش يريقلوا امور هالعباد هذيك، نظمونا باش نخدموا كيفاش ولا شوفوا لنا حل. سي ناجي وين مشيت؟ ما جيتش؟ امس من الغالب هذوما من البارح ما خدمتش.
هذاكم لميتهم، هذاكم لميتهم في نتاع البارح واليوم هذا. هذاك هو الحمد لله. هو وعلى الحمد لله، الحمد لله. خير من غيره. لا لا باس. ما غاتين وخمسينيات بقاولي. أنا نحب نحب منك. أنا نحب منك. غدوة الحي كان قاعدنا حيين وكثر خيرك وبركة الله فيك ربي يعاون. احنا تعبنا في صغرنا وما نجحناش وما قريناش، نحبوا نعاودوا كصغار هذوكم قعدت لنا كالعقدة، يلزمنا صغارنا نوصلوهم. احنا تعبنا ومعناتها ايسنا ما عادش توا اللي نخموا عليهم هو اش هو، احنا عمارنا تعدد. انا ريتني كان معناتها ما جيتش عندي صغار وما جيتش عندي عائلة ان نحرق نحرق من تونس، يعني ما عادش لاقي روحي جملة. تعبت تعبت توا هكا، هذه خدمة تاعت مرميد وواحد نهار شتاء نهار شتاء ما نخدمش معناتها، وانا نصورهم في النهار نتعشى بهم في الليل. نومة غدوة توا حاليا صدقني البارح خدمت اليوم دورو لا. الحمد لله يا ربي نعيشوا معناتها بكرامتنا وما نسولوش وما نطلبوش وما نسرقوش، احنا قاعدين نخدموا في البلاد وإن شاء الله هما يكونوا في المستوى.